نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفيني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك كابتن، مشرفنا. كابتن ايمن اهلا بيك وبالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك كابتن. كابتننا الكبير كابتن اسامه عرابي، اهلا وسهلا بيك ايمن. نورنا كابتن ان شاء الله بالتوفيق. الله يخليك كابتن، ربنا يخليك. كابتن عبد الرحمن نورنا كابتن. ازيك كابتن بلال هداف؟ نورنا كابتن. الله يخليك كابتن، ربنا يخليك يا رب. تسلم كابتن. الحمد لله كابتن شريف. مباراه صعبه برغم نتيجه ماتش الذهاب، الا انها الامور لم تحسن بعد. يعني اتكلمنا كتير واتناقشنا الماتش اللي فات في الاستوديو على الصعبه دي. على حته دي الصعبه اللي يقولوا لا حسمت لا ما حسمتش، رايك ايه؟ ما فيش في الكوره حسمت او ما حسمتش الا مع صفاره الحكم. صحيح. انما ده شوط اول خلص 4-0 الحمد لله. النهارده الشوط الثاني، الشوط الثاني بنتيجه كبيره يحملها النادي الاهلي مع شخصيه النادي الاهلي. حلو. مع رعب الدنيا كلها من النادي الاهلي. النهارده حاطين لك اثنين مغاربه على الفار ماسكين الاثنين اوفسايد. ده رعب، انا بسميه رعب. ده السما بتبقى مفتوحه لنا اكتر واكتر عشان الناس بس تطمن كمان. ربنا ما بيحبش الظلم ولا بيحب الله. طبعا لعيبتك الماتش اللي فات انا اتفرجت عليكم ما شاء الله، كان اللي قال تحركات واللي قال اللعيبه عندها رغبه وعندها شخصيه في الملعب، اللعيبه عندها مسؤوليه متحملاها. الحقيقه انا شو اتفرجت عليك قبل في الانترو اشدت طبعا بوجود كاريزما الكابتن خطيب في التحدث مع اللاعبين، وقد ايه اللعيبه بتحب ان الناس تهتم بيها وان الناس تحسسها بقيمتها، ودي لعيبه كبيره جدا وعلى مستوى اللي كان جهاز فني او لعيبه الحقيقه. فكانت شكل ملفت منك انك انت تحسس على شيء واقعي على فكره. ايوه كابتن. كابتن خطيب كنت انا وعادل بنتكلم قبل ما نخش وانا اتفرج عليك، دي حقيقه، دي مش مجامله. ايوه دي حقيقه. أيوة. كاريزما كابتن خطيب في موقعه هذا بتؤثر كتير قوي، وان شاء الله نعدي النهارده بكل خير من في المباراه، وهتشوف طبعا الوجود والحماس اللي هيبقى موجود في مباراه الفاينل. اتلعبت هنا بقى، اتلعبت هناك، ما اتلعبتش هنا. اديك شفت بيترو اتلتيكو امبارح عملوا ايه؟ أيوة. كانوا يقدروا يكسبوا كام؟ اديك شفت السنه اللي فاتت كايزر شيفز عمل ايه؟ فاحنا روح البطل او شخصيه البطل بتلعب في اي حته، واللي عايز يكسب بطوله. صحيح. يلعب الكبير ويلعب الصغير ويلعب الدنيا كلها. صحيح. والرعب ما بيبقاش عندنا احنا. مزبوط. الخوف ما بيبقاش عندنا احنا. صحيح. احنا الحمد لله ربنا بيدينا من الطمانينه والاداء الجيد، وبيحافظ على لعبتنا لغايه برجوع كل الامكانيات والفرديات العاليه اللي موجوده في اللعيبه.